لا كانت عرضية ولا شوطة؟ لا شوطة. لا بس هي بدايتها يعني احنا كان في ماتش النهائي الزمالك في كاس مصر كان كل الجماهير يعني كان 100,000 متفرج، احنا نازلين الملعب وشايفين منظر الجماهير كان منظر يخض، والجماهير كلها كانت جايه تحتفل. يعني لو تتذكر جماهير الزمالك جايه تحتفل انبي والزمالك. الشوط الاول خلص 0-0، فاول الشوط الثاني عمرو زكي جاب الجون بقى 1-0، بعدها جبت انا ضربه الجزاء فتح الله لمسها بيده بعد ما رقصته، جه الجون الثاني في الدقيقه 84 ضغطت انا افتكر على ابراهيم صلاح بتاكلنج في نص الملعب وعديت من عبد الشافي وشط من حسن حظي اللي هي مشت بالعرض حطها كمال عبد الظهر. بس فلا كانت شوطه وقلشت ما كانتش عرضيه. ابص عليه في صيد ولا مش في صيد؟ لا بس ما الحمد لله احتفلنا، كان من بطوله، لا بطوله كانت من اجمد البطولات في نادي انبي بصراحه. والله بص احنا حته نهائي كاس مصر كان حافز لينا اي حد عايز يلعب. انت في ماتشات الدوري بتستنى ماتش اهلي وزمالك، ما بالك نهائي كاس مصر وبطوله وتاريخ ومجد وكل حاجه، اي حد عايز يلعب هيأدي. لكن انت اللي كان ميزه في الماتش وقتها اللي كان حكم يوناني، فالحكم اليوناني مش فارق معاه، لكن اعتقد لو وقتها في حكم مصر كان تبقى الامور فيها شويه. لكن حته الحكم اليوناني انا افتكر الماتش ده كان حكم يوناني، لا فرق كتير، كان مدينا ثقه ان اللعيبه مع الجماهير هما جايين يحتفلوا في نهائي كاس مصر 2010، جماهير الزمالك بيكملوا المئويه وبيحتفلوا وبيكملوا الفرحه بتاعتهم، اتفاجئوا هما برد فعلنا في الماتش. هي بدايه في ماتش وانا في النادي الاهلي، بدايه الماتش الدفاع الحسن الجديد كان في ماتش الذهاب اللي كنا تقريبا بنلعبينه في الدفاع الجوي، كان وقتها برضو انا ابتديت وانا اللي عملت الجون لعبد الله السعيد جون 1-0. فجينا ماتش العوده كان اجواء في مدينه الجديده دي في المغرب، كان اجواء اللي هناك الجماهير عصبيه جدا في المدينه دي بالذات، كان مسكهم بن شيخه او حاجه مدرب في الفرقه دي، كان مدرب قوي يعني. انا في الملعب ليد 1-0 2-0، قاعد في الملعب رحت في حته تانية خالص يعني، قعدت افكر طب والجماهير، وكنا لسه خارجين من ابطال الدوري من اهلي بنغازي ودي الفرصه اللي احنا نقدر ناخد بطوله ودي الملحق. كان حوار الواحد بعد ما هم جابوا الجون التاني كلنا قعدنا، عارف لما تبص كده حاله ذهول في الملعب على اللعيبه كلها. كان في اوت وكمل كابتن وائل جمعه واتلعبت، وكان عمرو جمال وجده حتى شاطها بالشمال، قال انا شطها بالشمال على العارضه القريبه وعارف ومتاكد انت اللي هتقطع، وشاطها وانا رحت قاطع القريبه وجيت انا بعد الجون. اصلا لو شفت منظر فرحتي انا في ذهول يعني، انا كان وقتها اللي يسيبني اجري اوصل القاهره كنت هاخدها جري مفيش اي مشكله. حتى بعد الماتش كابتن يوسف بيقول لي انا كنت لسه قايل للكابتن سلام حفيظ احنا هنجيب جون احنا هنجيب جون احنا هنجيب جون. حتى في الفرحه بعد ما انا جبت الجون كابتن يوسف جاي سبرنت عليا وانا فاتح سبرنت مش عارف انا رايح فين اصلا. لا كان من ضمن الاجوان احداثه ما تتنسيش يعني، اغلى جون يعني، اغلى جون ليا في تاريخي مش 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 وانا بلعب في النادي، في مسيره الكرويه كلها جون الدفاع الحسن الجديد. وكان برضو من ضمن الاجوان اللي انا يعني اعتز بها في النادي الاهلي الجون الرابع في بتروجيت. يعني احنا في البطوله دي خدنا الدوري فارق جون عن سموحه، يمكن وقتها قالوا الجون ده هو اللي هيكسب الاهلي الدوري، فكنا احنا كسبين بتروجيت 4 وانا اللي جبت الجون الرابع وخدنا الدوري فارق جون عن سموحه. كنت لسه نازل برضو كنت احتياطي، كان ماسكنا كابتن فتحي مبروك وكنت لسه نازل وجبت الجون الرابع. يقال 71 بس انا على حسبتي انا اكتر. قعدت في مره يعني قعدت اقرا كده لقيتها 71 بس انا قعدت حسبتها لقيتها في حدود 74، ده دوري فقط غير الكاس، لقيتها 74 بس فوجئت في كل المواقع وكل الاحصاءات بيقول 71. لقيت في انا المفروض انا في انبي 39 جون لقيتها كاتبينها 36 او 37. الطبيعي ان انا الهداف التاريخي الانبي، هم عاملين دوفونيه 38 جون وانا 37 تقريبا، بس انا 39 جون. انا لعبت اقل من دوفونيه، بالنسبه لدوفونيه كان لاعب محترف افريقي، هو لعب في النادي في انبي 8 9 سنين، انا لعبت 4 سنين ونص او 5 سنين، انا 39 جون على حسبتي هو كان 38، فانا مش عارف لقيت في الاحصاءات ان انا 37 فقلنا نمشي 37. في المصري في سنه جايب فيها 11 جون حاسبينها 10. مع ان الجون ده محسوب لي كنت انا جايبه في الاسماعيلي، قالوا لا ده خبطت في حسن عبد ربه، فانا الجون ده في التقرير الحكم محسوب لي، فقايلين في اول موسم اللي انا تقريبا 10 او 11، بس انا لو كاتبين 10 يبقى انا 11، لو كاتبين 11 يبقى انا 12. بس تاني سنه كنت جايب لي 14 جون في المصري من غير ولا ضربه جزاء، ففي جونين او ثلاثه هي الاختلاف في كده يعني. بص هو الاجوان دي رزق يعني، انا ممكن كنت اقعد في المصري ما اجيبش جون خالص، انا رحت بعدها سموحه
جبت 12 جول يعني 11 جول ملهاش، وفي سموحه برضو في جول ليه ما تحسبش، فملهاش ملهاش الاجوان دي بتبقى رزق. وارد في مصر كنت قعدت ما لعبتش، لكن رحت سموحه كان محطه جديده، بس هو كان انا الدنيا ماشيه معايا في المصري، لكن سموحه برضو جبت كلمه في عدد الاجوان كان كويس يعني. كابتن حسام حسن وكابتن حسام البدري وجورفان فييرا برضو. لما انت بتلعب مع مدرب من مدربين بيفهم طبيعه اللعب بيريحك يعني. كابتن حسام حسن كان ليه معامله خاصه معايا، كابتن حسام البدري وانا في انبي كنت برضو لسه صغير كان فاهم دماغي، فييرا برضو فاهم دماغي. اجمل جون جبته في كان في نادي الزمالك في عبد الواحد السيد، كنت برضو مع في انبي وكنت احتياطي ولسه نازل، جون جبته فرست تايم في عبد الواحد السيد. كوره كان وانا في المصري في سموحه، ولو حطيتها اجمد يعني مش عارف عدت او ما عدتش الوقت، طلعوها من طلعها وقتها سيد فريد من على خط الجون، بس انا اتوقع ليه عدت، بس اللاينز مان شاور اللي هي مش جون. اكتر قرار ندمت عليه اللي انا كان نفسي اكمل في النادي الاهلي، اللي انا ما لحقتش في وقت ما انا راكب وماشي فوجئت اللي انا مشيت. من الحاجات اللي انا كانت تفرق معايا لو كنت رحت النادي الاهلي من زمان من وانا صغير، كان الموضوع كان هيفرق معايا كتير، بس الحمد لله ربنا بيعوض يعني. موقف ممكن كنا في معسكرين في مدينه اسمها الابيض وانا في سموحه، كنا قاعدين في اوض يعني تفتح باب الاوضه في الفندق تلاقي الناس ماشيه في الشارع، فكان موقف يعني كنا قاعدين انا وابو جبل في الاوضه وقتها، لا كنا قاعدين في يعني يعني حاجه مش عاوز اقول لك يعني، ربنا كان رحيم بينا ساعتها يعني. كان قاعدين في فندق في مدينه اسمها الابيض في السودان، لا في فندق صعب تفتح الباب تلاقي الناس ماشيه في الشارع كانك قاعد مأجر اوضه في الشارع يعني. كان دي من ضمن المواقف اللي ما تتنسيش يعني.